شفنا سعادتك وساهمنا كذلك سماحة الشيخ ما بين السيد سميعي خبير الاقتصاد في خدمتكم كأبو سلطان وكذلك زملائكم وتعرفنا عليهم خطوة جيدة كم بسيار خوبي بودي وهي تمتاز بموقعنا هذه طبعا صناعه يدويه. اليوم نرحب بسعادة القنصل الإيراني في أربيل والوفد المرافق له في زيارته إلى مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى. كان لنا حديث مطول مع سعادة القنصل، تحدثنا الكثير في أمور مختلفة، وبينت لسعادة القنصل أن هذه المدينة والمحافظة استطاعت للأسف إصابات داعش أن تستولي عليها لمدة 3 سنوات، دمرت فيها البنية التحتية وأشعة القتل والدمار في هذه المحافظة، ولم يسلم لا الحجر ولا البشر في هذه المحافظة من تلك العصابات. بسيار زيادة، ولكن الدمار أكثر مما هو عليه، نياز بتوجه بجدر ويحتاج إلى عمل خاص. دوستان اقتصاديون و تجار و بازرگانان بایستی توجه ویژه به این منطقه داشته باشند. طبعا خبراء الاقتصاديين و كذلك التجار لابد ان تكون لهم دور بهذه المحافظه. جمهوری اسلامی به خصوص در زمینه صنعت ساختمان توانمندی های خوبی داره، میتونه از این توانمندی ها جمهوری اسلامی لیمانی لديها امکانات وسیعه في مجالات البناء و بجانب مواد البناء. ما انشالله با کمک آقای استاندار سعی میکنیم این زمینه رو فراهم کنیم که انشالله به مساعدت سید المحافظ ان نطور يعني هذه العلاقات والارتباطات والحضور. این توانمندی های جمهوری اسلامی رو در این زمینه و زمینه های دیگر بتونیم به مردم منطقه معرفی بکنیم و نعرف القدرات والامكانيات المتواجده للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه للاخوه هنا في المحافظه. هم کیفیت بالا، هم قیمت پایین و هم نزدیکی و سهل الوصول بودن امکانات. كذلك من نظر يعني الجوده ومن نظر المسافه ما بيننا بعد تكون مؤثرة بهذا التعاون. وهم عرق وعلاقه دو طرف بر این موضوع میتونه کمک بکنه. وطبعا المحبه ما بينهم يساعد على هذا الشيء. هم در زمینه های انشالله ترددات و درمان علمی پزشکی ممکن هناك تعاون في مجال الزيارات وفي مجالات العلميه وفي مجالات الطبيه و فرهنگی میتونیم تعاملات خوبی انشالله ایجاد کنیم. تعاون في مجالات الثقافيه كذلك. این زمینه انشالله وجود داره که بتونیم توسعه بدیم. هذه الارضيه متواجده و ممكن ان نطورها. من از دوستان عزیزی که به هر حال صدای ما رو میشنوند و میبینند این برنامه رو تقاضا دارم که حتما انشالله عنایت ویژه نسبت به این موضوع داشته باشم. اطلب من اخوانی اللي يسمعوني من خلال هذه الاصوات بان يسمع اصواتنا وان نتعاون.